ما شاء الله عليها مبدعة، وأكيد إحنا يعني حتى نتعرف عليها أكثر ونتعرف على قصة النجاح اللي تخصها راح تكون ويانا جنى من بابل، ونقول هي يسعد صباحك. صباح الخير عليك يا جنى، يسعد صباحك. حياتي، صباح النور عليكم. بالبداية حكينا يعني عن مجال الهندسة وعن دراستك، هل انت اختاريتي حبا بهذا المجال لو من الاهل؟ لانه بالعاده دائما الاهل هم اللي يختارون التخصص اللي يحبونه. كان تقريبا رغبة من الطرفين، انه انا احب هذا المجال اصلا، كلش احب المجال اللي يكون بيه اثبات للنفس. تعرفين انت من تكونين ليدر بمكان او من تكونين نقول سكان بايدك، لان القيادة بالمشاريع لازمها مهندس. اي مشروع ينبني سواء بسيط او كان مشروع كبير لازم المهندس المدني هو يكون اساس هذا المشروع. فانا كنت كلش حابة الهندسة المدني، بنفس الوقت كانوا اهلي هم حابين لي هذا القسم صراحة. طيب جنى، دائما يقولون انه الهندسة المدنية صعبة بالنسبة للمرأة، بالعادة يختارها الرجل، فانت نجحتي اليوم انه تثبتين انه ماكو اي شيء ممكن يكون صعب على المرأة حتى الهندسة المدنية، لان تعرفين لازم انت مثل ما ذكرتي وقت الإصاب تنزلين درجات حرارة عالية، اكو مخاطر، تتعاملين مع العمال بكل المستويات، فاحكي لنا عن هذه الصعوبات وشلون قدرتي تثبتين انه المرأة ممكن ان تصلح بالهندسة المدنية وتمشي كل الامور. أنا طبيعتي أو شخصيتي بصورة عامة هي تحب التحدي وتحب تثبت نفسها بأي مجال تشتغل به. يعني سابقا أنا كنت أحب أشتغل بغير مجالات، غير مجال الهندسة المدني. فمن دخلت الهندسة المدنية كان كل تركيزي أنه أنا ما دام اختاريت هذا المجال لازم أنجح به، خاصة أنه المجتمع اتطور، بدأت عندنا ماكو فرق بين ولد وبنية، الاثنين لازم ينجحون، لازم يوصلون لأحلامهم. ما تحط عائق قدامها، الناس شنو راح تقول، الناس ايش راح تحكي. تعرفين انت الناس ارضاهم غايه لا تدرك، فبالتالي خليت كل الكلام وكل الانتقادات ورا ظهري وركزت على كلام الناس اللي تشجعني وتقول لي استمري ونجحي وحققي حلمك، دام انت ما ضار راي انسان، بالعكس انت ممكن تكونين شلون شخص فعال بالمجتمع، منتج مو متكل على غيرك. خليت هوايه بنات، طبعا كانوا هماتين مسجاتهم اللي توصلني على وسائل التواصل الاجتماعي انه صار عندهم فد شخص ممكن يقتدون به، ممكن ينجحون، كان مترددين بسالفه انه خاف الهندسه مدني بما انه ما بيها تعيين راح يضطرون يقعدون بالبيت. غلط، كلش غلط. اي بنيه تفكر انه هي تروح بس مجرد على مود التعيين، ممكن انتم تنجحون بمجالات خاصه وتلغون سالفه التعيين من بالكم، مثل ما هسه انا حاليا كلش لاغيه سالفه التعيين من بالي ولا مفكره بيها. مجال الخاص بإبداع وبنجاح على المستوى المادي وعلى المستوى الثقافي والفكري، لان راح تبقون على طول تريدون تحققون الاحسن، يعني على طول تريدون توصلون لاعلى مرتبه انتم ببالكم. نعم يا جنى، اكيد احنا شفنا انه انت فتحتي مكتبك شلون؟ مسانده اكيد زوجي واهلي و مكتبك الخاص ايضا زوجي ساعدك بعد تخرجي. يعني بسنتين اكيد زوجي وزملائي، عندي زملاء كانوا وياي بالتخرج، من تخرجنا حطينا هالفكره ببالنا. بس تعرفين صعب راسا واحد يفتح، الناس كلها تقول شلون انت تخرجتي بال 18 وشلون قدرتي تفتحين مكتب هندسي؟ انا اذا اظل اقول شلون وشلون اكيد ما افتح. حطيت هدف ببالي، اشتغلت خلال سنتين، قدرت اوفر شلون نقول السيوله الماديه لهالموضوع، خلقت معارف الي حتى يجون زبائن. اكيد انت من تفتح المكتب الهندسي لازم عندك زبائن تشتغل لهم، مو بس فاتح مكتب. جبت كادر كامل وياي من مهندسين مدنيين، مهندس كهرباء، مهندس معماري، مهندس ميكاني، كل الاختصاصات اللي نحتاجهم لتنفيذ المشاريع الاهليه او الحكوميه موجودين صار عندنا بالمكتب، فبالتالي صار سهوله نجاحنا. اختارينا الشغل اللي هو يكون شغل اهلي وحكومي. انا وكيله اكثر من شركه حكوميه بابل، فبالتالي دا انفذ مشاريع دوله، وبنفس الوقت انا دا اخذ شغلنا الخاص اللي بالمكتب من بيوت او بنايات، فبالتالي قدرت انجح حماتين بالمجال الخاص المهني. نعم.
جنى بالنسبة لي أكو بعد شغلة هماتين حابة أوضحها. نعم. هواي ناس جنى بالنسبة للمكتب اللي فتحتيه الهندسي، عفوا للمقاطعة، المكتب الهندسي اللي حضرتك فتحتيه اللي هو لا الهدف منه مساعدة الشباب المقبلين على الزواج ولكن ما عندهم إمكانية كبيرة، شلون ممكن تأمني لهم بيت بالمواصفات خلينا نقول المناسبة بتكلفة أقل؟ الهندسة المدنية بيها كلش أبواب واسعة نقدر نختصر بيها الكلف. تعرفين أغلب المكاتب الهندسية أو أغلب الناس تفكر بالمردود المادي قبل المردود المعنوي على الناس. كوني أنا سابقا كنت أشتغل بمنظمات إنسانية فبقى الجانب الإنساني وياي حتى بمجال العمل المدني. نقدر هواي مواصفات إحنا نحددها كمهندسين مدنيين ما تأثر على نوع البناء وتكون بكلفة أقل، بالإضافة إلى أن أجور المكتب مالتنا تكون قليلة مو مرتفعة، فبالتالي راح يضطر الشاب أنه يلجأ لغير أحد يبني له بكلفة أعلى. ممكن نوفر شغلات تكون بالأقساط، جزء من البناء يكون بأقساط، همين هذا فد راح يشيل حمل كبير من العميل اللي عندنا. نعم اكيد، يعني نوع المساعده متعدد بالنسبه لك وهذا شيء حلو. اريد اعرف يا جنى القادم شنو الخطوه الجايه وال يعني اللي انت مفكره لها ومخططت لها شنو؟ مخططت لها والله يعني اكو فتشي كلش ببالي وحلم اصلا، بس تعرفين احنا نحتاج مسانده من الجهات المسؤوله، محتاجين انه قطعة ارض تكون استثمار. اي قطعة ارض تحدد لنا اياها هيئة استثمار بابل او الوزارة نستثمرها كمجمع سكني، المجمع السكني هم راح يكون بالتقسيط، فبالتالي راح نوفر وحدات سكنية لهواي شباب وهواي ناس محتاجة هاي الوحدات السكنية وتكون كلفها مناسبة. طبعا شركتنا على استعداد تام لأخذ أي مشروع استثماري داخل بابل من المجمعات السكنية. نعم أكيد، فأتمنى لو أنه نحصل هاي الفرصة، نتمنى انه راح تخدمه هواي شباب. اكيد يا جنى ان شاء الله رسالتك توصل وتحصلين على كل شيء تريدينه حتى تحققين طموحك وايضا تفيدين بلدك، تفيدين كل الشباب اللي انت تقصديهم برسالتك وبغايتك وبعملك. شكرا لك ونورتينا. تاكيد شكرا جنى على الجهود هذه ونتمنى دائما لك الموفقيه.